إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدنا لكم في بث مباشر دائما من مسجد الحسن الثاني بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. إذن لحظات تفصلنا عن رفع أذان صلاة الفجر لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية، الموافق للرابع عشر من مارس لسنة 2024 ميلادية. تقبل الله صلاتكم وصيامكم بمزيد من الأجر والثواب مشاهدينا الأوفياء. إذن هذه هي الأجواء هنا بالقرب من مسجد الحسن الثاني. إذن خويا عزيز قالك شحال باقي أذن خويا تقريبا واحد ربع ساعة إن شاء الله أو أقل. أبو عصام العروسي تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، يا ربي أمين أخويا، يا ربي أمين منا ومنكم وجميع المسلمين يا رب العالمين. كما قلت لك خويا العزيز تقريبا خويا عزيز واحد 14 13 دقيقة إن شاء الله نحاولوا من خلالها ندردشوا معكم الدردشة ريتما يترفع الأذان ديال صلاة الفجر بحول الله. إذا من المتتبعين من كل عام شهر رمضان، شكرا خويا الجلالي هروس أي بصح خويا، مرحبا بك خويا وكنشكروك خويا ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم أخويا العزيز. إذا لاحظوا معايا اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا كراجي لاسون المغولي. سبحان الله اليوم الثالث، لاحظوا معايا شهر رمضان كيفاش كيمر مرور الكرام. لاحظوا قبل أيام أو قبل شهور كنا نعد الساعات ونعد الدقائق ونعد الأيام ونقول بقي كذا وكذا لشهر رمضان، الآن قدم شهر رمضان المبارك إن شاء الله. شكرا خويا عزيز. قدم شهر رمضان المبارك وسبحان الله نحن اليوم في اليوم الثالث، إذا شهر رمضان المبارك يهرول مسرعا للمضي. منير الزاهي السلام عليكم. السلام خويا، خويا أمراح أحمد تقبل الله منكم ومنكم صالح الأعمال يا ربي أمين. إذا الهلال تحياتي لك خويا، الناس ديال بلجيكا جالية المغربية بلجيكا. إذا الهلال يا سلام على الهلال، أكيد كتذكروا معايا الهلال. عليكم السلام فاطمة أبو، عليكم السلام مرحبا خويا جبادور عبد الخالق مرحبا خويا. إذا إن شاء الله خويا عزيز شكرا لك أخي، مرحبا مرحبا خويا العزيز مرحبا. عليكم السلام خويا العزيز مرحبا خويا، نتمنى نكون عند حسن الظن. غادي زربان بصح خويا سوسو. حميد ال تقبل يا ربي امين يا ربي امين. خويا الحسن عليكم السلام خويا تحياتي شكرا. الناس ديال الجاليه المغربيه في فرنسا شكرا، الله يحفظك شكرا خويا مغولي. صحة سحوركم خويا، عليكم السلام خويا، جمعة مباركة إن شاء الله. بوبكر شكرا خويا، صباح النور تحياتي حسن. كلاس أم أميمة عليكم السلام أختي، عليكم السلام ورحمة الله. سعيدة عليكم السلام ورحمة الله. حسن كلاس يا ربي أمين. سليمان الدروش صباح الخير خويا. يا سلام أم عباس، أم عباس تقبل الله منكم شكرا. ياسين تقبل الله منكم شكرا خويا. غزال الغزال ما شاء الله شكرا. طه عليكم السلام خويا. هلال عليكم السلام ورحمة الله خويا مبارك، عليكم السلام خويا عزيزي صالح يا ربي أمين. إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله، اطلبوا الله صيبا طيبا إن شاء الله. عليكم السلام نانا الوليدة حفيظ عليكم السلام وحدك اللهم آمين. صباح الخير رشيد خويا العزيز السلام يا ربي أمين يا ربي أمين يا ربي أمين رشيد خويا يا ربي أمين. ما شاء الله تطوان الدن شكرا خويا. ياسين عليكم السلام خويا
صوت جميل. يا ربي امين اخويا، يا ربي امين. صباح النور اخويا خالد، صباح النور خويا الحداد، تحياتي خويا. واش لا باقي؟ باقي ما ادنش خويا، باقي ان شاء الله واحد 10 دقائق او اقل. يا ربي امين خويا شفيق، كدير مرحبا نانا هشام، مرحبا تقبل. يا ربي امين، شكرا نازل مراكش. مرحبا بشهر الصيام، مرحبا بشهر الصيام. الحداد محمد مرحبا، محمد خويا نتبادل الدعاء، الله يتجاوز علينا كاملين اخويا العزيز. يا ربي امين. السلام خويا، امتى غادي ودن؟ تقريبا واحد 7 دقائق تقريبا باقا لي ان شاء الله. مبارك، اللهم امين اخويا. مسفي وعبد النبي، عليكم السلام خويا. زهراء الوهابي، الله اكبر. عبد الناجي حفوظ، الله يعطيك الصحه. شكرا خويا، شكرا خويا الحداد محمد، شكرا. رضوان بامو، عليكم السلام خويا. ابراهيم من اكادير، تحياتي لك خويا. يا ربي امين. عليكم السلام خويا العزيز، الصويره نواحي ما شاء الله، شكرا. شي دعوه ديال الخير اخويا الزين، الله يفاجئ علينا وعليك وعلى امتي محمد في هذا الفجر. قرسيف شكرا، الدن قبيله قال لك في قرسيف، شكرا. افران سبحان الله، الحمداوي الرساني، شكرا خويا. الله يدخل، يا ربي امين، يا ربي امين. ام نهيله مرحبا، اللهم امين، اللهم امين. ميلود الصويري شكرا، انا ربحت ان شاء الله الصويره نواحي، اللهم امين رب العالمين. صفا مدريدي كيقدم في تطوان، شكرا لك خويا العزيز. ايمان الله اكبر، ملاك شكرا، شكرا. بالهواري شكرا، بلال ريان مرحبا، ماما طه شكرا، ابراهيم خويا السلام، صلاح رمضان كريم خويا، عبد العالي تحياتي لك خويا، مصطفى من عوانه السلام عليكم السلام، سيس بابا عليكم السلام، تحية الرباط الصويرة شكرا، حسن وجدي رمضان كريم شكرا خويا. يا ربي امين خويا ابراهيم، تقبل الله، اللهم وفق، اللهم امين. ادريس جناح السلام شكرا، عبد القادر شكرا، اللهم بارك. جلالي شكرا خويا، طونجي عمران شكرا خويا، هشام بوحميد شكرا، رحاب شكرا، ام سليمان شكرا، ساره سيمو رمضان كريم، محمد بابا الله اكبر شكرا، عبد العالي الصيري تقبل منكم يا ربي امين. اذا مصطفى تحياتي من جديده، شكرا ناس جديده. محمود شكرا، احلى ورده خويا العزيز. مصطفى نظام شكرا خويا، الله اكبر خويا ابراهيم. العيون مازال ما اذن اكيد خويا، الجنوب باقي. رشيدية شكرا، سطات مازال، حمزة من سطات باقي. شو سبحان الله، رمضان مبارك شكرا خويا، عليكم السلام خويا الراجي. مرحبا خويا، مرحبا خويا الوليدة، مرحبا شكرا، اللهم امين. شكرا خويا، شكرا خويا المدن، خويا عبد النبي شكرا، خويا عبد النبي حسين شكرا خويا. ام ريان الله اكبر شكرا، عائشة شكرا خويا العزيز. ام اسيا عليكم السلام، تحياتي صباح الخير محمد خويا اجدي. عبد الله محال نازل فرنسا شكرا لكم. عبد الجليل شكرا، حسين بن الفقيه شكرا، نازل ورزازات عليكم السلام خويا حسين. ليلى هدي شكرا من ايطاليا. علي الشريف صباح النور. ام صلاح شكرا، بالهواري شكرا خويا الناس ديال الرشيديه عليكم السلام. باقي ما ادنش في السلام. حميد اش ام تحياتي، تحياتي خويا راك منور، شكرا خويا منور بكم نتوما ان شاء الله، الله يحفظكم خويا ونوركم في هذا الصباح هذا خويا. ياسين خويا عليكم السلام، المختار خويا السلام، سفيان واك عليكم السلام، امينه العبديه باقي ما ادنش في جديده اكيد، حسام خويا شكرا، جلالي كاميلي عليكم السلام خويا، بوخريس نازل شكرا خويا نازل بالجديد، سنه المسجد منور، منور بكم اختي سنه شكرا.
بلال ريان بن سليمان مازال شكرا. بونجور من كازا شكرا خويا عبد اللطيف. الراجي عماري فاطمة شكرا. تحياتي من تمارة عليكم السلام. إبراهيم كوبا يا ربي أمين عليكم السلام. أسامة تقبل منكم شكرا. إمتغي الدرجة عندكم في الجنوب. السلام سيدي الحال تحياتي لك. حسن زهير رمضان مبارك شكرا. إبراهيم كوبا يا ربي أمين. عبدو هو ملك الله أكبر شكرا. كريم حليمي سلام كازا شكرا. حفيظة نزل برنوسي تحياتي لكم. الرباط الدن الله يتقبل. أيمن وجدة شكرا. سلام الزاوية من الصويرة شكرا. تحياتي لكم من البيضاء شكرا. سطات الولافة بلادي شكرا. عبد الرزاق السلام من البرو شكرا. أم صلاح شكرا. عبد الكبير بكتاوي شكرا يا ربي أمين. سطات الولافة شكرا خويا. محمد السلاهي كيقدم السلا شكرا. ما نجاوبكش ما نجاوبكش ما نجاوبكش لأنكم مراد نتوما. أبقى مع الناس الزوينين الناس الزوينين. شكرا خويا من مراكش إسماعيل تحياتي لك السلام. نازل سيدي بنور شكرا. نازل مراكش أسامة أويس. عليكم السلام خويا إدريس بوزرهون تحياتي لك خويا إدريس. فاطمة الزهراء عليكم السلام. تحي إسماعيل شكرا لك خويا. نازل مراكش مكي شكرا خويا عليكم السلام. وفق شكرا خويا العزيز منور الحمد لله بكم انتوما خوتي العزاز. الله يبارك فيكم منور بكم انتوما ان شاء الله. شكرا خويا حفيظ عليكم السلام. خديجه اختي ديجا سلام يا ربي امين. عبد الهادي العالم هشام شكرا. ابراهيم منصوري من ازيلال نزيه خريبقه رضوان شكرا. نزل العيون تحياتي لكم شكرا شكرا. قال لي لا تبالي شكرا شكرا خويا بوخريس عبد الغاني قال لي لا تبالي شكرا لك خويا العزيز. نزل فقيه بن صالح سعيد العرابي عليكم السلام خويا خالد مرحبا بك. شكرا خويا اسماعيل بارك الله فيك. الجاوي خويا شكرا شكرا. مرحبا مرحبا خويا مرحبا. هذا وقت الخير. الناس اللي شفشاون خويا مصطفى شكرا. بالهواري شكرا خويا. الدن فخوري بقى الله يتقبل خويا. هاهو غادي يبدا. عليكم السلام خويا بشعيب. شكرا خويا خويا مبروك عواشة شكرا. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شكرا خويا حسين الحباشي. شكرا خويا الياس. اللهم امين اخويا اللهم امين خويا عبد الغني. شكرا خويا عبد الغني بوخريس. عليكم السلام خويا نازل فقيه بن صالح. ان شاء الله خويا نتبادل الدعاء. عائشه عائشه شيجام نتبادل الدعاء ان شاء الله وندعيو مع خوتنا اكيد في غزه. شكرا شكرا شكرا. مشكور قال لي نحبك في الاخ الكريم والله ما عرفتش طلعت بالزربه. شكرا. احبكم الله الذي احببتمونا فيه. رمضان كريم شكرا خويا عبد الوهاب. شكرا خويا اسماعيل نحبك في الله. احبكم الله الذي احببتموني فيه خويا. حسين نزل الرباط شكرا. شكرا خويا اسماعيل. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الصلاة خير من النوم، صدق الله وصدق رسوله. الصلاة خير من النوم، صدق الله وصدق رسوله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد. أصبح ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعته اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. تقبل الله صلاتكم وصيامكم بمزيد من الأجر والتواب. إذن مشاهدين الأوفياء، المؤذن أدنى لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم وصيامكم بمزيد من الأجر والتواب مشاهدين الأوفياء. إذن شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا لكم كذلك على حسن التعليقات، شكرا لكم على الأذكار، شكرا لكم على المشاركة، شكرا لكم على المشاهدة، شكرا لكم على كل حاجة طيبة وكل كلمة زوينة، لأنه الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يجعلنا وإياكم إخوانا على سرور متقابلين يا رب العالمين. الله يظلنا بالظل ديال الرحمن، تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. هادشي اللي غادي نطلب في الفجر هذا، ونتبادلوا الدعاء خوتي المغاربة، كما كيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني المتقين هما داك الأخلاء ديالهم اللي كيتلاقاو معاهم في ديك الدار في الجنة إن شاء الله، كيفرحوا ببعضياتهم، إلا يعني دوك العديان كما كنقولوا اللي كيكونوا مرافقين في الدنيا مرافقين على السوء. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، يعني شي كيتبرى من شي، حتى واحد ما كيعرف الآخر، لأنهم كانوا ملاقين في الشر وفي السوء والعياذ بالله. أما حنا كنقولوا الحمد لله، ودائما داكشي عند الله عز وجل، كنقولوا بأن الحمد لله حنا كنتلاقاو على كلام الله، كنتلاقاو على ذكر الله عز وجل
على الحمد لله، فأكيد الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، لأنه كما كنقولوا ربي ما كيضيع حتى شي واحد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وكنعتذر من الناس اللي ما جاوبتهمش. نتمنى صدق كل قلبي أنهم ياخذوا لنا الأعذار، ويعرفوا بأنه راه التعاليق الجميلة ديالكم ما كنقدرش نجاوب عليها كاملة، لأنه ما شاء الله الكم ديال التعاليق ما شاء الله كثير، وهذا الشيء فخر لينا الحمد لله، وكيزيدنا تكليف وتشريف كما كنقولوا. فكنشكركم بزاف، وهذا الشيء علاش كنعاود نقول لكم كنعتذروا منكم، شكرا لكم. نتمنوا لكم صلاة مقبولة، صيام مقبول إن شاء الله، قيام مقبول إن شاء الله، يوم سعيد ونهار أسعد بحول الله. شكرا حسن المتابعة، ألقاكم في بث مباشر آخر. لا تنسونا من صالح دعائكم، نتبادل الدعاء فيما بيننا بحول الله. لا تنسونا كذلك في مشاركة هذا المباشر، باش الحمد لله الناس كلهم يشوفوا هذا المباشر هذا. ما تنسوناش كذلك التعاليق الجميلة الطيبة، الدعاء الصالح نتبادلوه فيما بيناتنا. شكرا لكم على حسن المتابعة، ألقاكم في بث مباشر آخر، وإلى اللقاء.